السلام عليكم متتابعين قناة زين كويزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لابيش بكريمه نتاع الفاني ولا سيرم ديال لي فروي روج. عندي هنايا على حسب، نبدا بعدا طريقه التحضير ديال لانسير. عندي هنايا 250 ديال لي فروي روج توت احمر، عندي 100 غرام ديال السكر، واللي عنده سنيده يدير سنيده، انا درت السكر. وعندي 6 غرام ديال اغار اغار ولا جيلاتين، المهم اللي عندكم. انا ما عندناش حنا جيلاتين حلال، كندير اغار اغار. غادي ندوز نجيب واحد كاسرونه، غادي ندير فيها لي فروي روج، كنضيف ليهم هذاك السكر، وغادي نديرهم فوق النار يطيبوا. من بعد كي كتشوفوا ها هو كيطيب، هانتوما يعني طاب وتفرق بوحدو. دابا غادي خويت هذيك الجيلاتين في ولا اغار اغار في الزلافه، ندير عليها شويه ديال الماء وغادي نخلطها. كتشوفوا دائما ديروها في الماء بارد باش ما كتكورش لكم. دابا غادي نزيدها على هاد الخليط، على هاد لاسير ديالي. غادي نخليها واحد شويه تبرد، نخليها شويه تبرد وغادي نخويها في المول ديال اللي غير شويه بردات. دابا غادي نخويها في هذا المول ديال لابيش اللي عندي. كتشوفوا هكذا غادي ندير لها دابا سلوفان ونخليها حتى تبرد وندخلها للكونجيلاتور. السلوفان كنهبطو مزيان، كنلصقو مع هداك لاسير. اللي سقتو مزيان مع داك لانسير، دابا غادي ندخلو، غنخليه شويه يبرد وندخلو للثلاجة الكونجيلاتور واحد جوج سوايع هكذا كل ثلاثه، المهم حتى يجمد ليا ونخرجو. دابا كي كتشوفو غادي ندوز للكريم ديبلومات. عندي كنحتاج 100 غرام ديال كريم باتيسري، 3 غرام ديال جيلاتين، شويه ديال فاني، وعندي هنا 200 غرام ديال كريم فويتي. دابا غادي ندوز ندير هذا في الثلاجه كريم باتيسري حتى يبقى بارد ليا. غادي نجيب واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها كريم باتيسري. كريم باتيسري راه ديجا قدمته في القناه ديالي. دابا كيلقاو
الوصفه ديالو في صندوق الوصف تحت لا فيديو. غادي نديرو دابا يسخن شويه وغادي نزيد عليه هاد الجيلاتين. كي كتشوفوا كنجيب شويه ديال الحليب وكندير عليه هذيك الجيلاتين. الحليب يكون بارد باش كتخلط ليا وما يعني ما تكورش. كي كتشوفوا دابا غادي نزيد على هذاك كريم باتيسري وغادي نخلط. غنخلط مكاع الجوانب باش ما يلصقش ليا ويتحرق. دابا غادي نطفي عليه وغادي نديرو في شي طاوة حتى يبرد ونخلطو مع كريم شونتي ولا كريم فوي. كي كتشوفو جبت بصيل درتلو سلوفان. دابا غادي نخوي عليه هذا كريم باتيسري. نسرحها مزيان بحال هكذا باش تبرد ليا. كنعاود ندير لها السلوفان من الفوق وكنخليها حتى تبرد. كي كتشوفوا من بعد ما برد كريم باتيسري ديالي دابا غادي كنجيب واحد البول بحال هكذا كبير وكندير فيه لا كريم. كنخلطو شويه هكذا ومن بعد كنبقى نزيد عليه كريم شونتي وانا كنحرك حتى كيندمج مزيان مع بعضو بعض. كتشوفو كنخلطو مزيان مع كريم باتيسري كيكون شويه قاصح. كنحاول نخلط مزيان باش يندمج ليا يعني مع هاد شويه ديال كريم شونتي اللي درت.
كي كتشوفوا هانتوما كله ولا كيف كيف، يعني ما بقاش كريم باتيسري يعني مقوق ولا يعني معزول. خلطتو مزيان مع كريم شونتي وغادي نزيد الكريم اللي بقى ليا ونخلط بحال هكذا. دابا غادي يجيني ساهل في التخلاط. كتشوفوا هاني خلطتو مزيان. دابا غادي نجيب لانسير ديالي اللي صايبت ودرتو في الكونجيلاتور. كي كتشوفوا لانسير ديالي هاني جبتو من الكونجيلاتور. دابا غادي نحيد ليه هاد البلاستيكة وغادي نقلبو. غادي نديرلو زيف يكون سخون. كي كتشوفو درت ليه زيف سخون وغادي نحاول غير بشوية تيتحيد ليا وما يتكسرش. هانتوما كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي زوين بزاف. دابا غادي نقي هذا المول ديالي وباش ندير فيه الكريم. من بعد ما نقيت هذاك المول كنحطو وكندير نص ديال لا كريم، كريم ديبلوماد. كنسرحو مزيان، كندير لتحت يكون شويه اكثر من الفوق. وكنهز هذاك لونسير ديالي وكنحطو كلوزد. كتشوفو وكنتكي عليه مزيان باش يجيني كلوزد. كتشوفو هكذا. كتشوفو هاني درتو كلوزد مزيان وكنبدا نسرح هذاك الكريم من فوقو. دابا غادي نزينها بهذا الكاطو هذا، واللي بغى يدير البسكوي يديرو. انا غادي ندير غير هذا الكاطو هذا، كيجي فيها زوين بزاف.
كتشوفوا غنبقى نستفو هكذا وحده احدى وحده. كنضغط عليها غير شويه وغادي نديرها في الكونجيلاتور ليله كامله ولا نهار من الصباح حتى العشيه يعني حتى تجمد. غادي نغطيها بالسلوفة وندخلها للكونجيلاتور وندوز ندير الكلاصاج باش غادي نزينها من الفوق. دابا كي كتشوفوا غادي ندوز ندير الكلاصاج ميغوار بالشوكولا بيضاء. عندي هنايا الماء 50 غرام ديال الماء، عندي السكر 100 غرام. الا عندكم سنيده ديروا سنيده، انا ما عنديش سنيده يعني كيف كيف. 100 غرام عندي، 100 غرام ديال الجليكوز، عندي حليب المركز عندي 65 غرام، شوكولا بيضاء عندي 100 غرام، و 8 غرام ديال اغار اغار، واللي عنده الجيلاتين يدير 8 غرام ديال الجيلاتين. وعندي هنا ملون غذائي. غادي نجيب واحد الكاسرونه غادي ندير فيها الماء، غادي نخلي غير شويه باش نخلط هذيك اغار اغار. غادي ندير السكر وغادي نديرو فوق النار. بعد كي كتشوفوا درتو فوق النار دوبت هذاك الجليكوز ما كيكون شويه قاسح. غندير حتى هذاك حليب المركز المحلى لي كونسونطري. نقص النار كنخلي مزيان هاد الخليط يندمج ليا. غادي ندير هاديك اغار اغار ندير اغار اغار في الماء. كنخلطها هكذا مع الماء مزيان وكنكبها وكنبقى نخلط.
دابا كي كتشوفوا غادي نطفي النار، نطفي النار وغادي ندير هذيك الشوكولا وانا كنحرك. هكذا كنحرك يعني حتى يدوب ليا مزيان هاد الشوكولا. تقريبا هي دابت، دابا غادي نجيب واحد الكاس وغادي نخوي فيه هاد الكلاصاج اللي درت، وغادي نزيد عليه ملون غذائي ونطحنو شويه ونخليه يبرد. دابا غادي نخوي هاد الكلاصاج ديالي هنايا، وغادي ندير ليه ملون غذائي. انت كتشوفوا يعني ماشي بزاف نتوما، و على حساب الكولور اللي بغيتو. دابا غادي نجيب ضرب يعني باش غادي نخلطو، ندير الضرب ديال الضو يعني خلاط ديال الضو. غادي نبدا كنخلط، من بعد كنجيب سلوفان كي كتشوفوا، وكنديرو كنغطي به هاد الكلاصاج حتى يبرد ونخلطو ونديرو فوق لابيش ديالي. كندير هاد سميتو هاد السلوفان كنلصقو مع الكلاصاج. دابا غادي نخليه يبرد. من بعد لابيش ديالي ما تكون جلات كنحيد هذاك الكار، و الكلاصاج كي كتشوفوا كنحيد لي حتى هو داك البلاستيك اللي درت ليه. انتوما غادي نديرو يدفى واحد شويه ونديرو فوق لابيش. نجيب واحد صفايه بحال هكذا وكنقلب عليها لابيش، وكنحاول غير بشويه مع درت لها زيف بارد سخون غير بشوي، وغادي نحلها. هانتوما كتجي زوينه. دابا غادي نخوي عليها هاد الكلاصاج.
نخليها تقطر شويه. من بعد ما قطرات كنجيب جوج ديال المهم معالق ولا اللي عندكم باش تهزوها بحال هكذا بشويه. نزينها شويه بالكوك مع الطرف، من بعد كندير لها شويه ديال الكوك منها مع الطرف، والفوق درت لها الفرومبواز. كتجي على هذا الشكل هذا. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوها وتابوني في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.